10 دقائق العرض التعديلي اللي بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا عندي تعديل. بعد تعمق في دراسة هذا المشروع القانون اللي هو مشروع قانون الصحة الإنجابية، وهون مستصحبة، هو قاع قضية الاستصحاب يبدو عنها صعيبة، وعيات إليني نشوف استصحاب البعض لبعض الأمور تعود قاع لمستثقلة شوي. مستصحبة عن هذا القانون، الناس كاملة كانت عندها عليه تحفظات أغلبية ومعارضة، أكثريتها استثناءات قليلة جدا جدا. يقرتم ذاك اللي تضياق ذي الزر اللي لاهية، وأنا ما كنت نبقي قاعد نعلق على النواب. بيلي هون واحدين جاوبوا شو قلتوا، وهون واحدين مولي قالوا عنا متهمين وعنا ما مهمة عندهم الشريعة، ذاك ما قد طقناه. يا غير بعد نعرفوا مولي عن ذيك المواقف اللي تم تضياق لين تجي هون للقاعة وتعود قدام التلفزات. عيات ذاك اللي كان حد مقتنع به يخليه، غفر الله لنا وللجميع، ونعرف عن اللي أضرهم جبرهم من دوحة راجيتها لهم عند مولانا. أنا مشروع القانون المتقدمة به هو التعديل باطل. التعديل المتقدمة به هو بالنظر للدستور الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، وحيث أن هذا النص يتضمن أحكاما تعارض المعلوم من الشرع بالضرورة، فإنني أقترح على الجمعية الوطنية إجراء التعديلات التالية. خالقين ثلاث مواد، هاي المواد الثلاثة نبقيها تنحذف حذفا باتا للأسباب اللي قلت منها شو لهن كرر نقولوا ذاك، ولين يتم حذفها يعاد ترتيب المواد حسب ترتيب. هاي المواد الثلاثة نحن هون نواب غير مسلمين كاملين وحريصين إن شاء الله نعودوا على الشريعة، غير خالق روايات أخرى مولي راعوا فيها وفي واقعنا اللي قلت منها الهشاشة وتدني مستوى الخدمات عندنا وتدني الرقابة، ولا لا كامل لا متبرك ومعروف لوش ينزل الله البركة إن شاء الله. يخلينا نحن أهم شيء عندنا هو ديننا. به اللي لوك قاع اللي آمنوا بالله سبحانه وتعالى الإيمان الحقيقي الفعلي والعملي يجعلنا كاملين منهم. قال مولانا عنهم لهم الأمن وأولئك هم المهتدون. الأمن كامل ما هم لا يخافون شيء. قاعدين يخلق انتهاك الشريعة، دورتهم تكثر الأمراض. الصحة الإنجابية تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرن من الزمن، وقال عن ذوك اللي تفشوا فيهم الأمراض اللي ما كانت معروفة في أسلابهم أسلابهم سببها شنو؟ هذا معنى الحديث الصحيح، سببها هو انتشار الفاحشة وانتشار الرذيلة. هذا تعرفوه كاملين ما نقريه لحد منكم، لا النواب ولا السيد الوزير. نعرف عنه هو قناعتكم القارة. يا غير مولي نحن لا كذبنا مع الناس ما نكذبوا على روسنا. وإذا قدينا نكذبوا على الناس ونكذبوا على روسنا يبقى الله سبحانه وتعالى ما نقدروا نكذبوا عليه. نحن دولة وعندنا اتفاقات دولية مواقعين عليها. غير الخطة موريتانية ما هي طارية، والاتفاقات الدولية ما هي طارية. موريتانيا من 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 العهد الاستقلال هي توقع الاتفاقات الدولية وتعدل تحفظ عام، يعني التحفظ تقولوا لا في كلمتين ولا ثلاثة، هي ويسر من الدول الإسلامية تتحفظ على كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية. اللي استجد في الاتفاقيات عنها أصبحت أكثر سفور وأكثر وضوح، وبدل من الدين المرأة دارتها في الاتفاقات التالية، دارتها في التالية النوع يقعد داخل هذا كامل. والصحة الإيجابية من شعاراتها اللي تتروق تحتها. الغرب يحترمنا، لا احترمنا روسنا. هذه الاتفاقات الدولية عاد تخلق فيها انتهاك خطير، وراهو بعد بالمناسبة يشيدوا به الناس كاملة. وأنا بابقي برنامج موريتاني عودة شبه منه بابا الفاتيكان اللي من ثلاث أشهر معدل البيان يندد به بهاي الاتفاقات العادة ما تحترم مادة جوهرية من ميثاق العالمي لحقوق الإنسان اللي تنص على ضرورة احترام خصوصيات الشعوب. الخلطة نحن لا نحن نعرفه. الدواء كي قلت ما قدنا نحاصره ولا نراقبوه ونعرفوا حالنا كامل. معنى هذه المواد الثلاثة شو تقول الفيصل هو المواطن هو لا يسمعنا ويعرف كان قد كان هذا قد يحافظ عليه ذاك الظروف اللي يعرف هو. المادة 17 تقول يرخص في إشهار تصنيع واستيراد وإجراءات توزيع وصرف منتجات وسائل تباعد الولادات والمتعلق بها. يلا تتعود هو ملي هون الواو وذا كامل يعني اللغة قاع لا مكسر هون كامل. وفق الشروط المحددة بالطرق التنظيمية. الطرق التنظيمية هو ايش مقصود؟ الحاكم، الوالي، العمدة، شنو؟ القانون، شنو؟ ما عرفنا. المادة 7
تقول شقها التالي بتقريتها لين قلت شقها اللي خطير عندي ويلا يسقط كامل يلا تسقط بي في هذه العبارة. حق الصحة الإنجابية حق عام أساسي مضمون لكل شخص طيلة حياته، لا يمكن لأي شخص أن يسلب هذا الحق الذي يستفيد منه دون أي تمييز، وسمع معايا دون أي تمييز مبني على العمر أو الجنس أو الثراء أو اللون أو الدين أو العرق. الدين هو اشتعنوا بها، والعرق اشتعنوا بها، والحالة العائلية اشتعنوا بها، وأي صح وضعية أخرى. هذا متكرر ومشابه وكله يفضي على الآخر ومفتوح وله محدد وله قابل للقياس. وملي بين اللي الجهة الجاي منها ما هي مأمونة على ديننا، إلين ما نعودوا نحن مأمونين اللي حريصين عليه. هذه اتفاقيات تتحكم بها اللوبيات الصهيونية في دهاليز الأمم المتحدة، كيف تعدل لك الاتفاقيات اللي يتجرم إسرائيل، وكيف تعدل لك الاتفاقيات اللي مخلي الشعب السوري يموت عن بكرة أبي، قال ما مخلي الأمم المتحدة يتخطى الشيء يظلمه. نحن الأمم المتحدة أصل ما هي رب يعبد، وصلنا نعرفوها وعلى رخي وعلى انحياز وعلى تلميط العالم، معناها ما هي مؤمنة على ديننا. وموريتانيا ما هي طارئة وكانت أجبار التمويلات، يقر كانت تتحفظ على الشعام. نحن ما لنا رجعيين ولا لنا ظلاميين، وموريتانيا ما ندورها معزولة عن العالم الدولي، يقر ندورها تعود بكرامته وبسيادته وتعتز مرجعته، لا تعود مولي أهلها ما قادي لهم قاع شي جاهم رويخي صياغته. أنا بعد نعرف عن مدى تحترم نفسها قاع، إلى عاد هذا ما في شيء خالف الشريعة، ما تتقدموا القبة محترمة مصاغة بهذه الصيغة الركيكة اللي ما تنفع لغتها لا العربية ولا الفرنسية، وأهلها ما استصحبوا القانون، ونيت لهم اللي يدافع عنها يستصحب. ما لنا شادين أخبار رئيس الجمهورية هون، ولا لنا شادين أخبار موالات ولا معارضة، شادين أخبار هذا خطر على الشعب الموريتاني، هذا الأطفال والمراهقين، الصيدليات قطوا رقبة الصيدلية، ما خالق حد هذا قاع كنتوا في غنى عن تعدال القوانين. بين اللي خالق واقع مرير ومؤلم، الا ماني باكي ليك بكيت النواب اللي عاد يا غير بعد الله اللي يبكي يقسموا يقسم بين ما دور تعيين يقسموا الصيدليات 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 ما يدخل عليها رقاش، ما بعت له ما بعت له وسائل منع الحمل، ما تسولوا شو الدول تحترم انفسها، يلا تعود تسولوا عن تسولوا عن 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 يعد ممنوع عد عنده ضوابط. معنى هذا قاع كان خالق وسيء، والتقليل للسيء والتقليل شيء ما ينفع هو اللي خطير. الثانية هاي القوانين اللي عندنا ما خالق شيء، شوف راهي تونس بورقيبة متقدمة على الدول العرب في هذا المجال، يا غير من 2014 إلى يومنا هذا هاي القوانين ما هي مقبولة البرلمان تسخطها. في دولة لبنان هاي القوانين وسقطت لبنان اللي ما في اللي ما هو أكثر اللي دولة فيها تعدد الأديان. وفي الجزائر راعي قالب ويتخطى بهم قاع على صياغته ودناته، بعضهم ما ولا يخطوه ما عدلوا عليه ياكل يلا يعدلوا عليه. انا طالب عندي المواد الثلاثه تسقط، خالق واللي مبدا اصيل في شرعنا الحليم عنه سد الذرائع، واولى شيء يسدوا للذرائع هو الاخلاق والقيم والتفلت ونشر الرذيله. نختار نقول لاهل الصحه الانجابيه ومقاربتها على يكرر قلتها قال يكررها، نعرف عن تكرار ذاك اللي يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيه البركة، خصوصا يتعود جوالا نعرف عن هذا وراء الشياطين وحد يتعوذ من الشياطين. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي نظر للصحة الإيجابية، هاي الأمراض المخيوم منها والغرب يخوفنا منها يقول لا تنتشر، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها لا تنتشر فينا منها المقط شافوا أباتنا ولا أجدادنا، إلين تنتشر الرذيلة وتعود الفضيلة ما تات خالقة ويقلل الزنا، وهذا راعي خلق درك يا واجع للأسف ويعرفوه هما ومنظومتهم القيمية عافينا، ولا عندهم عائلة ولا عندهم أسرة ولا عندهم الزوج، وهذا روالكم خالق عادوا حاسين مصطلين بناره يا غير خالق تيارات لا دينية ولا أخلاقية، وتشتغل اللوبيات الصهيونية تبقي تنمط العالم لين يعود بهيمي يعود همجي وعود ما عنده علاقة بالأخلاق ولا القيم. إذاك يبقاوا اليهود هم شعب الله المختار، هذا في عقيدتهم يا غير نحن في عقيدتنا الشيوخة. نحن علاش نعمو مكتوفين ليدي؟ انا بعد مفكرني ومستهجهنهم يعودوا نواب الشعب الموريتاني، والله ما هو حد انا احرص على الدين منه. غير شيء عندي بعد عودانكم قاعد الدوله مقطوعه عندكم السياده وموريتانيا والعبد العزيز رئيس الجمهوريه ما دار موريتانيا في منظمه الصحه العالميه ما كانت فيه، ولا دارها عضو في الامم المتحده اجبرها عضو في الامم المتحده، ولا دارها في اي مؤسسه دوليه اجبرها في المؤسسات الدوليه، يا غير كانت تقول عنها تحفظ تحفظ عام على كل ما يتعرض مش قعد لنا وزير العدل وقال لنا عنهم رفعوا التحفظ العام وبقاوا على ثلاث نقاط. لا يكلفوا روسنا عدوا نواب محترمين والليله نصهروا على ذاك اللي في الاتفاقات ليل وما مجاحدين وعلى النت واضح وفيها جنده الجندر ويجذر ثقافه المثليه
وإذا وتعود الطفلة عندها حرية تتزوج تحدد جنسها وجنس شريكها وتسكن منين تبقي تسكن، والبلاء كامل لا هي يسرط للشعوب المسلمة بقوة القانون. يا غير كنا ما بين عنه غير جاءت مادة عادت الأولى عندها التمويلة. أنا سولت وزير الأول ما جاوبني، يقعد يعود أنا قاعد أنا بعد طلبت مولانا عن عود موحد عن جمهورية الإسلامية موريتانيا ما تعود رفع التحفظ عن ذمن الخازو كامل وشي ماهو على الطريق والجانب السياسي. شكرا للنائب المحترم شرى الوقت وفوق. أيوه اللي عنده رأي مخالف لهذا الرأي، الرأي المخالف صاحبه عنده 10 دقائق من مترشح له. تفضل عوزي يا رب تفضل يا رب تفضل. مرة رأيك عادت وزيرة ونائب ورئيسة فرع عليه تجاو. أولا أنا لا تعديل سمعت لا ينجاوب عن بعد نجاوب عن راسي أولا كنائب من نواب الأغلبية ونجاوب عن زملائي في الأغلبية والنظام اللي أنا انتمى له. لا نقول عنا إحنا في الأغلبية لكن اللي نقوله مرقب القاعات لا هو اللي نقوله نقرو لا مكسحنا منه شيء. وعلن هذا اللي قال حد هم مقدم تعديل بطريقة موضوعية يقرأ المواد اللي مقدم للتعديل ويخليها وعدتنا إحنا. ذاك الآخر عاد لا شيء من تعدال السياسة، تعدال السياسة صايبين له لا إحنا اللي في الأغلبية اللي عندنا أغلبية أصوات موريتاني ونقد نقولوه. أنا ظاهر لي أنا ماني متكلم بالتفاصيل عن التعديل به اللي ما قريته حاولت نشبره كنت شاك على إنه حد مبرمج لهذا الموضوع. ما دام ما هو مبرمج لا نقول علنا لجنة المحترمة عيطت هناك أكثر من مرة للتدقيق والتمحيص والتفحيص ذي القانون، والخطاب اللي جاب رئيس اللجنة كان خطاب كان كلام مفصل عن ذا اللي ارتينا. ولا ننسى لأنه قراها علينا مرة عيطنا يامس دحمي الساعة الرابعة وقرا علينا القانون مادة مادة وعلن قال إذا عاد فهم تحفظ على أي مادة يسوى هي شنو أنا مستعد ناقشها معاكم به اللي ما فهم تحفظ على شيء مثل الشريعة. وهذا يا رواية يا الله نتأكدوا منها أن احنا ما يجد حد يدخل بيننا مع ديننا أبدا ولا يجد ينوينا فيه ولا يجد يعدل لنا على خالق حد يسوى هو من أكبر عندنا من خوف مولانا. يا غير مالي إنين تعود أمور واضحة وأمور طبيعية وأنت عندك تعديل. أنا مستغرب اللجنة تعيط يا أمس جينا احنا 6 نواب وبينا تعرف شنو لا لعل يعود فهم شيء ما يا الله يأخذ من ذي القبة والله ما يا الله يجيه ونقرأ علينا النص القانون وقرأت التعديل اللي قدمت اللجنة وافقنا عليه. إنين جاء تعديل ثاني رئيس اللجنة حس به وعيطنا ونفس الشيء. أنتم أعضاء في البرلمان واللجنة ما هي ممنوعة على أحد، عندكم تعديلات دقيقة والله تعديلات منطقية جيبوها لنا. يا غير ما فهم شيء أكبر من قدو. لو أني كانوا عندي تعديلات المقترحة بصيفة ودراستها بصيفة نقدر نقول في ذاك اللي ظاهر لي بالتفاصيل. غير اللي ظاهر لي بعده لا داخلني منه شك على أنه هون في الأغلبية هذا اللي مشات اللجنة ما علمنا بتعديل ثاني شيء ما هو التعديل اللي قدم محمد بابانه. والله التعديلات الأخرى ما كنا كان ظاهر لنا على أن الطريقة اللي صاغتوا بها اللجنة وجابته هون أنها طريقة تماشى مع الشرع الإسلامي ولا فهم شيء ذوك وهو محذور. وأي رواية أنا شخصيا ماني من الناس اللي يصوت على أمور ما هو مقتنع بها ونعرف أن زملائي في الأغلبية كيفتهم كاملين ونين تعود لو أني ونين تعود هون تقدم هون تعديل ونسمعه ونعود ماني مقتنع فيه والله نعرف أنه قد يعود يلحق الشرع لا بمثقال ذرة ماني له نصوت له. غير اللي نقرانا هون كامل نقراتنا اللي احنا قبلنا وجبناها للقاعة تعديلات مقبولة ودون صوت على التعديلات اللي منها مقبول والثاني ما والوقت ما هو مضبوط. لا نقول بعد علنا في الأغلبية التعديلات ما ظهر اللي تقدمت بها الأخت ما ظهر لي أنهم صوتين لها وداعي زملائي من اللي يحوذ ذاك الحديث. شكرا جزيلا. اللجنة رأيها من خلال رئيسها والله مقررها رئيس موجود رئيس بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. انا قاعد كنت يلا ندخل بوصف رئيس اللجنه سابق التعديلات اللي طرحوا لي اسئله مباشره في الموضوع الى عاد تسامحين به لان سبق ذاك حد انه يقول رايه في التعديل. خلاص شو اولا هذا القانون قلنا انه مهم به لله ذا قبيل وقت يلا نعدل سابق انه مهم به اللي هو اولا المراه ولكن هو دار الناس كامله ترى فايته. خارج شي تلاقي نقول بوصفي نايب الركيز راني خليته بيا اللي نتكلم باسم اللجنه. انا نختار نفهم الناس عن هذه المواد وعاء
يملاه رقاش باللي باغي لا كيف اللي داعو التلفزه، لا بغى يتمدير فيه لا سوي ولا بغى يدير فيه القران ولا بغى يدير فيه كل شيء. حتى المواد احنا في علمه ولا بد من نتعامل معها يغير مو على حساب ديننا كيف قلنا قبل. هذا المواد طرحوها دايرين هما فيه شيء معين، ذاك اللي واضح ضد الشريعه قلعناه وذاك اللي نملاه احنا، هو قال للمراهقين انهم يكونوا على دايرين قالوا الثقافه الجنسيه. ولا كيف الشير يعلم الصلاه ما فات وجب التعليم، الرقاج منين يعود شاب مع رقاج؟ الثقافه الجنسيه لا هي تعلموها الوالدين والاسره ولا ماذا يتعلمها الانترنت. ما هي لا يبقى رقاج جاهل هذا الموضوع، رقاج ما يتم يلم راسه عن الامور اللي مطروحه له. هذه ضركات فيها القوانين مطالبه بها انتمائنا للعلماء والمشايخ والعالم اللي معانا يا غير ما احنا معدلين على حساب ديننا. اي شيء يلا نعلموه احنا لاولادنا، هو ما قال علموهم الزنا ولا علموهم كذا ولا علموهم كذا وكذا، قال علموهم الثقافه الجنسيه وما يقراوها في المدرسه، ان قال مش تناسل المراه تناسل الرجل ذو وان الحمل يخلق منين كذا وكذا وكذا، احنا ذا ولا نعلموهم يا غير نقول لهم ديننا الاسلامي خارجين من المسلكيات الخطيره معلمينكم حتى الان ما يتوساوا ولا يعدلوا، هذا هو اللي نحصنهم به عن يمشوا الصبح الطلاب والله سواح والله يرواي والله باط في المدرسه خارجها ويجبروا الرقاش يدخلهم من الامور ما هي صالحه. هذا هو اللي كنت قبيل نبغي نقول في هذا. عقب ذلك طرح شوي سؤال اللي انا شخصيا حول السن الياس عند الرجل، السن الياس عند المراه توقف الدوره، السن الياس عند الرجل عيال تخليق خارجين هرمونات معينه تنتقص لين يعود مات ليقوم بواجباته. ظاهر ان الدوله طوعت على انها تتوالد، ظاهر انه ما هو شيء ينشاف على الرقاش. تبعد الولادات هم اللي يلا الناس تفصل بين هو تحديد النسل اللي حرام حد يعدل وسيله نقل منع حمل نهائيه كيف ذا اللي قالوا قفل ترامب دفالوب كيف ذا الروايات. هذه الامور ما هو ناصين اللي قالوا تبعد الولادات والعزل سولوا عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وقرهم عليه باللي قالوا ذاك اللي يريد مولانا يدور يخلق اسمه شنو. حتى هذه الامور لا في ذاك الاطار. ذا اللي قالوا قضيه الخفاض على كل حال هذا مختلفين فيه الفقهاء، واحنا تكلمنا مع الفقهاء كانوا ممارسين القضيه لا في اطار ان فعلا ان الخفاض انه مباح يغير، لكن في الطريق مباح فيه ان يمشي حد ماشي هوك وجاي له يغير لمصلحه معينه على انه عاد مديوره الطريق يمشي الا على طريق واحده. عقب ذلك هي